قوة في طرف جبل قبيس وحيلت إلى درجات كالسلم وعنده يبدأ السعي. يسعون بين الصفا والمروة سعي القدوم رافعين أصواتهم بعبارات الدعاء والاستغفار في تضرع وخشية، ويحمل أصحاؤهم المرضى والضعفاء حتى يتيسر للجميع الحج كاملا. المروة وهو كالصفا مدرج فوق ربوة بطرف جبل قينقاع وعنده ينتهي السعي. هذا المسجد وهو في مدخل عرفات من الغرب يسمى مسجد نمرة أو مسجد عرفة، ويقع نصفه الغربي في حرم مكة ونصفه الشرقي في الحل. هنا عرفات وهو سهل فسيح قفر لا ماء فيه ولا زاد. فيه يجتمع حجاج الإسلامي بأسره سواسية حفاة عرى خاشعين خاضعين لعزة الواحد الأحد الفرد الصمد. بعد فوات جزء من ليل هذا اليوم المبارك ينفر الحجاج جميعا إلى المزدلفة حيث يذكرون الله سبحانه وتعالى في المشعر الحرام ويلتقطون من حصبائها الجمرات ليرجموا بها الشيطان في منى. في نفس اليوم يعود الحجاج إلى منى لقضاء بقية أيام التشريق الثلاث. شارع منى الكبير يخترقه الحجاج كل يوم من أيام التشريق قاصدين الجمارة.